السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمير بسيوني. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي من خلال الفوتوشوب نقدر ندمج ما بين مجموعة من الصور بطريقة سهلة بسيطة لعمل تصميم عن موضوع معين بطريقة سهلة بسيطة. مثلا موضوعنا النهاردة عن انتصارات أكتوبر. بنبدأ مع بعض اللي احنا بندخل على جوجل وبنختار مجموعة من الصور المناسبة للتصميم بتاعنا. مثلا دي مجموعة الصور اللي اخترتها للتصميم ده. طبعا شايفين في صور طبعا ملونة، في صور ابيض واسود مختلفة الدرجات. هنتعلم مع بعض الاول ازاي نغير نخلي الصور الملونة ابيض واسود، وازاي نقدر نشيل الكلام الموجود ده. هنفتح الصورة دي. عشان نخلي الصورة أبيض وأسود بندخل على قائمة Image و Adjustments وبنختار Black and White وبنضغط OK. وعلشان الصورة بتاعتنا لون واحد زي ما انتم شايفين، نقدر بطريقة سهلة جدا ان احنا نستخدم اكتر من اداة لازالة الكلام الموجود في الصورة. مثلا من خلال الفيل وكونتنت اوير، او من خلال الباتش تول، او من خلال الستام تول. اول حاجة هنستخدم اداة التحديد، هنحدد حوالين الكلام اللي عايزين نشيله. هندخل قائمة ايديت، وبعد كده بندوس فيل او شيفت 5 و بنختار Content Aware وبنضغط OK وكلام بيتشيل. بنفس الطريقة ممكن نستخدم أداة ال Batch Tool. زي ما انتم شايفين نحدد حوالين الكلام أو العناصر اللي عايزين نشيلها، وبنسحب الماوس لحتة فاضية في الخلفية، وبكده الكلام بتاعنا يتشال. او من خلال الستامب تول اللي بنختار ستامب تول وبنضغط الت على لون اللي عايزين ننقل منه، وبنقدر بقى ايه نمسح الزيادات دي. تمام. ونقدر نستخدم الصورة بتاعتنا في التصميم، ونقدر نشيل اي عناصر مش عايزينها من اي صورة. دلوقتي هندخل على التصميم بتاعنا. اساس التصميم اللي احنا بنشوف الصورة الرئيسية اللي هنستخدمها. مثلا اخترت الصورة دي كصورة اساسية في تصميم النهاردة. دلوقتي هغير لون خلفية التصميم اللي هي البيضة، اخليها بنفس درجة لون خلفية الصورة. فهختار الاي دروبر وهقف على جزئيات من خلفية الصورة عشان اجيب الدرجة اللونية المناسبة لخلفيتي، وهعمل طبقة جديدة وادوس Alt Backspace عشان املى خلفية التصميم زي ما انتم شايفين. دلوقتي اختار الصورة وهعمل لها ماسك. بختار الفرشة واتأكد ان انا واقف على الماسك الخاص بالصورة مش الصورة نفسها. واقف على الماسك والفور جراوند لون اسود والباك جراوند ابيض، وبدوس على الاجزاء اللي انا عايز اشيلها. وطبعا يهمني ان انا اظبط درجة الفلو الموجودة في خصائص الفرشة. طبعا كل ما اقللها بتكون اكثر نعومة، واقدر بتدي تأثير جميل فيدنج للاجزاء اللي انا بشيلها. وهقدر اعمل نفس الحكاية مع جميع الصور بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وتقدروا انتوا كمان تعملوا بطريقة افضل ان شاء الله. جميع الصور بتاعتنا. طيب يهمني دلوقتي ان في بعض الصور درجتها اللونية بتبقى مختلفة شوية، اقدر استخدم معاها خاصية لمنازتي اللي انا بقف على الصورة و
بختار خصائص الطبقة و بدوس لومينازيتي، بيخلي لي نفس لون الصورة كلون الخلفية بتاعتي اللي أنا اخترتها من شوية، نفس الموضوع. ولما بخلص الصور بقدر أعمل طبقة جديدة وديها لون يبقى كلون عام للتصميم، وأقلل الأوباسيتي بتاعته شوية، مثلا اللون كان كده بقى الاوباسيتي، وبعمله مالتبلاي، وبكده نكون انتهينا من دمج الصور زي ما انتم شايفين، وعملنا لمنازتي لجميع الصور بحيث تبقى بلون واحد. وباقي اضافة النص بتاعنا هنكتب النص، وطبعا هنختار اللون الخاص بالنص من خلال الصورة نفسها، هنختار الاي دروبر وهنشوف لون مناسب من الالوان زي ما انتو شايفين، وهنعمله للنص بتاعنا، وهنعمل ستروك وشادو، وهنضيف في الاخر التوقيع. وبكده نكون انتهينا من درسنا، وعرفنا ازاي نقدر ندمج ما بين الصور بطريقة سهلة بسيطة، وتقدروا تستخدموا نفس الطريقة دي مع أي تصميم. وفي انتظار إبداعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.